البنات كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كي دايره؟ صحيحه؟ كي دايره اموركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالنا ديال اليوم. اليوم جليبات البيع شي حاجه غزاله 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 تحت طلب بزاف المتتبعات اللي يقولوا لي شاركي معنا جليبات قبل حلول ذكرى المولد النبوي. بصراحه جليبات اللي توب 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 غزالين غزالين، وخدمنا بالكريب ديال بنت سوده وشكيلات جداد وخدمه زوينه وصنعه زوينه بصراحه. شكرا لكم بزاف، شكرا على الوفاء ديالكم للقناه، شكرا على البارطاج، شكرا على اي حاجه. عرفتي راني عيانه مدقدقه كنصور بزاف. يلاه سالي الخدمه، والله الا لابسه بانطوفا بانطوفا كنصور بها، ما فيا اللي قبلوا عليا صافي. غنشارك معكم حتى شي جلال بحق، ماشي دابا، شي جلال اللي خدمتهم ليا فنين طلعوا زويونين غنشاركهم معكم حتى هما. نبداو بمشيء الله، ولكن قبل ما نبدا ما تنسينيش من اللايك ديالي ومن البارطاج، واللي مازال ما دخلتش عندي الانستغرام ديري مرزوق 21 ومرحبا بك. وبالنسبه للناس اللي كيتواصلوا معايا في الانستغرام كيصوروا لي وكيقولوا لي هذه شحال الطاي ديالها وهذه، كنقول لكم دخلوا اليوتيوب تما غتلقاو لي طاي كاملين، ومرحبا والف مرحبا. دي ثاني مول ليمون تفاح والليمون. المهم نبداو بمشي اطلع، نبداو البنات صداع. شتي البنات كي تجينا على الشارع صداع، ولكن غير صبروا صافي. نبداو بأول جلابة اللي في هاد لوفيغ، هادي غزالة البنات، طرزات باليد شتوها. اختاريت لها هاد لوموف وهاد السومو وواحد الباستاج جدي غرادي زويون في هاد لوفيغ، فيها طريزه هنا البنات وطريزه حتى هنا في الكميمات شتوها، كتجي زوينه في الصراحه. هاد الشهر البنات كتجي زوينه في فنه كتعجبني. بالنسبه للبنات العبارات ديالها شوفوا الطريزه هنايا في الجناب شتوها، غنسحب باب واقيله شتوها البنات، فيها طريزه البنات كما قلت لكم باليد غزاله فنه واللوينه جاو زوين، فيها افتتاحات في الجناب قطيب ماكينه وتخراس باليد. الثمن ديالها دايره 800 درهم و50 درهم امانه. العبارات ديالها 40 في الكتاف، 59 في طول القم، 29 في الصدر، 31 في ليهونش، وطول متر و40. فنيونه غزاله غزاله كتطلع زوينه للخدمه على كلشي. البنات بحالها غير هي في السومو وجات رشيمه طويله شفتوها. هذه دخلت فيها الماغو، دخلت فيها القصيبي، دخلت فيها شويه ديال البرونز، جات واعره واعره شفتو غزاله، شي حاجه كلاس. حتى في الكميمات جات فنه. بالنسبه للعبارات ديال هذه 41 في الكتاف، 58 في طول الكم، 30 في الصدر، 31 في ليهونش، والطول متر و36. الثمن ديالها دايره 800 درهم و50 درهم امانه. اليوم البنات غنخدم لكم غير الكريب، كاينه هذه البنات اللي زوينه طون سيغ طون شفتوها فنيونه، جات رشيمه هنا في السدير لون في اللون. حاولنا اننا نخدموا هذا اللون هذا فاتح شويه على على الضفي على الطرسان وعلى الثوب باش تجي باينه، جات غزاله شفتوها، جات غزاله في الصراحه عجباتني. بالنسبه للعبارات ديالها هذه 45 في الكتاف، 61 في طول الكم، 31 في الصدر، 33 ونص في ليهونش، والطول متر 37. الثمن ديالها دايره 700 درهم و50 درهم امانه. شتيها جات زويونه فنه وافتتاحات في الجناب. الناس اللي كيسولوني على التنبات واش خدمتي، خدمنا فيه شي حاجه منهم هاد الدباج هادي فنه راندا وتنبات شفتوها البنات غزاله غزاله غزاله. انا ديما كنعشق انني نطرز ونبت، كنبغي نطرز ونبت، كيجيني شويه تنبات بوحدو ما عرفتش علاش كيعجبني هكا، كتجي البياسه غزاله وهماويه في الصراحه. خدمنا لها تما وخدمنا لها القمام،
شتوها دازت براندة البنات، موزونة خدمتها بالبرونز، فيه الماتسون دوري بيستاج وغوزانديان، فيه لي كارون غزالين. شوفوا البنات الخدمة لي ديطاي راه فنينة البنات. بالنسبة للبنات العبارات ديال هاد الجلابة 43.5 في الكتاف، 58 في طول الكم، 31 في الصدر، و 33.5 في لي هونش الطول. كتوصل حتى المترو 40، مترو 42. هاد الباج هادي لقيتي فيها مترو 47، هادي البنات راه طويلة فيها مترو 47، ولكن نقصو لك داكشي اللي بغيتي. الثمن ديال هادي راه 800 درهم و50 درهم. أمانة شتوها فنيونة فنيونة، قطع غزالة الصراحة. كاين هاد الباج هادي وكاينة في هاد السومو، السومو تاهي طلعت زوينة، راه رقيقة البنات. السومو العبارة ديالها 40 في الكتاف، 60 في طول الكم، 29.5 في الصدر، و 32 في لي هونش الطول، مترو 39. زوينة فنة، الثمن ديالها دايره 800 درهم و50 درهم. امان وكاينة حتى في لوكري، زوين هاد لوكري البنات فن غزال. هذا شوفوا شوفوا شحال فن، طلعت واعره واعره. هذه دخلت فيها البرونز والقصيبي والدوغي والاورانج والموف، وجاو فنين مواتين الصراحه. بالنسبه للعبارات ديال هذه 45 في الكتاف، 59 في طول الكم، 32 في الصدر، و 33.5 في لي هونش، والطول مترو 37، والطول هذه طويله حتى هي فيها مترو 47، ولكن الناس اللي بغات تنقص الطول غنقصوا لها. شفتوها غزالة فنة فنة، طلع زوينة. وكاينة هادي، هادي مدام بنيس، هادي اللولة البنات، هادي رقم واحد مدام بنيس. خدمنا بهاد اللوينات، هذا هاد لاموطاغ، وخدمنا هنايا البنات عامرة شتوها. هاد هذا بلو كانار غزال، ماشي بلو كانار، هذا فيغ كانار. شتو البنات فيها هنا، وفيها هنا الفتيحات، وفيها الكميمات، جات غزاله شتوها. العبارات ديال هادي، هادي رقم واحد البنات. العبارات ديال 40 في الكتاف، 58 في طول الكم، 30 في الصدر، و 33.5 في لي هونش، والطول مترو 38. شتوها فنيونه فنيونه، الثمن ديالها دايره 800 درهم و50 درهم. امانه كاينة هادي البنات اللي بحالها لا ميم، هادي رقم جوج. العبارات ديال هادي 40 في الكتاف، 59 في طول الكم، 29.5 في الصدر، و 32 في لي هونش، والطول مترو 38. الثمن ديال هادي دايره 800 درهم و50 درهم. امان كاينة وحدة بحالها ولكن في الغوزان ديال، شتوها فنيونة فنيونة غزالة، حتى هي فيها الجناب، خدمناها بالبرونز وهاد القصيبي، جاو واعر مواتي البنات الغوزان ديال. هادي البنات الثمن ديالها دايره 800 درهم و50 درهم. امانة العبارات ديالها 41 في الكتاف، 62 في طول الكم، 30 في الصدر، و 32.5 في لي هونش، والطول مترو 42. والله الا سخفانة عيانة مهدودة نهار الاثنين، ما عرفتش الاثنين كيجيني صعيب البدية ديالي. الثمن ديالها دايره 800 درهم و50 درهم. امان وكاينة هادي البنات اللي غزالة، اللي تخدمت في هاد الوية هادي طلعت غزالة شتوها. هادي العريشات تخدمت في هاد اللون، جات غزاله فنه. وهاد اللون هو اللي كنت خدمت فيه جلابيتي البنات. شتو الناس اللي كيسولوني اش من اللون هذا، هذا بحال شكل كري عسكري البنات. شتو دخلت فيه هاد العريشات في البرونز وجو واعرين البنات. العبارات ديالها 45 في الكتاف، 58 في طول الكم، 30.5 في الصدر، و 32 في لي هونش، والطول مترو 34. الثمن ديالها دايره 700 درهم و50 درهم. امانه كتجي رشيمه هنا، وكتجي حتى في الكميمات، كتطلع غزاله. هادي واحد جوج جلالب
اللي بزاف الناس كيسولوني في الانستغرام شنو هما العبارات ديالهم. هذه البنات شفتوها، هذه البنات تخدمت بالمليفه، مليفه لولان، هابطه قطيب ماكينه وفيها طريزه بالبته شفتوها كي دايره. كنا حطينا البنات في الانستغرام. العبارات ديالها 44 في الكتاف، 60 في طول الكم، 31 في الصدر، 32 في الهونش. الثمن ديالها دايره 800 درهم و50 درهم امانه. شوفوا البنات الخدمه كي دايره وغزاله. اللي بغى يشوفها عند قرب يدخل الانستغرام ديري مرزوق 21 ومرحبا بك. جات فنه 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 غزاله. كاينه هذه وكاينه هذه اللي كنا حطيناها حتى هي في الانستغرام والناس كلشي كيسول عليها. هذه البنات خدمت كلها باليد وما كنقدوش نجاوبوا الناس بزاف الصراحه، راه صعيب. عرفتي راه واتساب انستغرام تيك توك وعاده كتبقاي تجاوبي في لي زاب الناس. يلاه كتعرف على القناه، اي وحده تعرفت على القناه خاصها غادي تتصل خاصك تجاوبيها. وكاين الضغط في الصراحه كاين، ولكن كنحاول انني نرضي كلشي، ولكن على قد الطاقه ديالي فهمتوا. اللي ما جاوبتوش غنجاوب غير بشويه بشويه. كل مره كندخل كنحيد واحد شويه ديال الميساج، نحيد شويه مني خدمه مني كلشي فهمتوا البنات. يعني اي شويه تصبر وصافي. هذه البنات كلشي سول عليها، هذه كلها باليد البنات دايره 1000 درهم. خدمتها الطرزه باليد شفتوها، خدمت لها التوب ديال المليفه لولان غزال صبن ورد البنات، فيها رشيمه حتى هنايا البنات شفتوها. شوفوا كي دايره غزاله غزاله غزاله، توب غزال، الخدمه زوينه كلشي زوين. العبارات ديالها 43 في الكتاف، 60 في طول الكم، 32 في الصدر، و 34 في الهونش، و الطول متر و 40. شفتوها غزاله بالصحة والراحة لأي وحدة غتقدم من عندنا أو غتاخد من عندنا. كنقول لك شكرا بزاف ليك، شكرا على التتبع، شكرا على الوفاء، شكرا على أي حاجة كتعطيها لنا ولهذه خفيفة علينا. ومرحبا بكم وألف مرحبا. وكنعتذر من الناس اللي باقي ما جاوبناهمش على لي ميساج، ولكن غنجاوبو كلشي إن شاء الله. حاولي أنك مثلا تعاودي تصيفطي ليا. بالنسبة للمحل ديالنا العنوان ديالو هو أننا كاينين في إقامة الأزهر، شارع الأزهر، إقامة ماجورين، ساهلة البنات. والناس اللي غتجي عندي مثلا من 17 وهدا تهبط على البشوية، تسول على البشوية، تخلي البشوية على يدها اليسار وتهبط نيشان غتلقى إقامة ماجورين حنا على الشارع. والناس اللي جايين من لوطوغوت كطلع على الطلعة ديال الأزهر، كطلعي نيشان على هذاك الشارع سميتو شارع الأزهر، نيشان تا الإقامة ماجور، ما عندك في الدور لا ها لا ها. هذا مكان. واللي مازال ما تابوناتش عندي مرحبا، تابوني عندي وألف مرحبا. سكريني ودوزي عندي الواتساب. الطريقة ديال مثلا كيفاش كيتم البيع هو أنك كتسكريني وكتكوني متأكدة من العبارات اللي انتي أرسلتي ليا واش هما منطابقين مع الجلابة. يعني العبارات انتي عارفاهم، وأنا كنت قلت العبار ديال الجلابة تشوفيهم واش مطابقين معاك. كانوا هما هادوك كتسكريني ودوز عندي الواتساب تقولي وسام حبسي ليا هادي، كنحبسها كناخد السميه ديالك والمدينه ديالك فين كاينه كنقيدك عندي وكنصيفط لك نيميرو الكونت اللي هو بالسميه ديالي، كتفيرسي فيه الثمن ديال الجلابه و50 درهم امانه. وهذا مكان غد لي كنصيفطوها لك. بالنسبه لي كوموند البنات راه حبسناهم من نهار السبت، ما بقينا استقبلنا حتى كوموند العيد، يفوت العيد ونبداو ان شاء الله لا المحل لا اليوتيوب لا الانستغرام. يعني حبسنا لي كوموند ان شاء الله من بعد العيد ونبدا، راه مابقاش الوقت كثير، عندنا خدمه اللي كثيره اللي نوجدوا الناس وتبقى الوجه ديالنا زوين مع الناس. ما نخسروش الناس، ما نزربوش على الناس ونعطيهم خدمه حالتها، ما نعطيكش كلمه ونقول لك راه غنخدم لك فيها القده والقده وتجي عندي مثلا في العيد وتلقاي مخدومه بشكل اخر. هادو كل شي حوايج كنبغيو نتفاداوهم مع الناس، وتبقى هذا الوجه اللي شفتوني به هو اللي تشوفوني به ان شاء الله. خليكم، باي باي، الله يعاونكم.